قال باسم لطفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن استراتيجية مصر في الصناعة يجب أن تكون الصناعة من أجل التصدير. وأشار لطفي إلى أن الإنتاج والتصدير سيساعدان على توفير منتج شبيه بالمستورد بنفس الجودة وبسعر أقل. المفروض تبقى استراتيجية مصر في الصناعة إن هي تكون الصناعة من أجل التصدير. هو ده يعني أو الإنتاج من أجل التصدير. وبالتالي اما بنتج واصدر بالتالي هوفر منتج واحده واحده منتج شبيه المستورد في مصر بجوده بنفس الجوده بسعر اقل. طبعا من النقاط المهمه جدا اللي طرحت الترابط الصناعي في مصر. للاسف مصر تفتقر الترابط الصناعي والداتا بيز اللي هي بتوصل كل الصناعات ببعض بالواردات بالجمارك مين بيستورد ايه طب ممكن نلاقي له بديل محلي. وده طبعا قطاع كل القطاعات تستفيد الداتا بيز دي لان في مصنعين كبار بيستوردوا مدخلات انتاج في نفس الوقت ممكن يكون في مصنع صغير ممكن يطور المنتج بتاعه ان يورده للشركه دي لكن ما فيش ترابط ما فيش صله بينهم من بعض.